صوت الجاليه اليوم معنا السيده بالاله بالكيران الامين العام ديال حزب العداله والتنميه كيقولوا ليه حزب الاسلامي المغربي. غادي يفهم الناس السيده بالاله بالكيران شنو هو اولا وقبل كل شيء حزب العداله والتنميه. حزب العداله والتنميه حزب سياسي الاصول ديالو من الحركه الاسلاميه، اذا اعتمد المرجعيه الاسلاميه، ولكن هو حزب سياسي ماشي حزب ديني. الناس كيدخلوا له باعتبار الاقتناع ديالهم بهذه المرجعيه هذه والاجتهاد في الخدمه ديال المواطن انطلاقا من هذه المرجعيه. فهذا هو الحزب، حزب كيتبنى الديمقراطيه، كيتبنى العصرانه، ولكن في اطار هذه المرجعيه، في اطار ما لا يعني يصطدم بها. ولحد الان هذا حزب اللي في 97 بدا بتسعود ديال النواب البرلمانيين، 2002 جاب 42، 2006 جاب 46، بدا في 2003 ب 600 مستشار تقريبا، الان عنده 1500 مستشار، كانت عنده 17 جماعه، اليوم كيسير 50 جماعه، كيساهم في التسيير ديال 150 جماعه. اذا هو حزب يعني اليوم منذ مده حزب اساسي من الاحزاب الثلاثه الاولى، ولا كانت ان شاء الله الامور كيف كانت توقعوها غادي نكونوا حنا الحزب الاول في الانتخابات ديال 2012 ان شاء الله. اذا الحزب كيعرف نجاح، الحزب ديالكم كيعرف واحد النجاح في المغرب، شنو هو السر ديالكم؟ المرجعيه الدينيه او البرنامج؟ لا شك ان المرجعيه الاسلاميه عندها دور، لان هذه مرجعيه المغاربه، المغاربه المسلمين. ولكن قال الاحزاب كيقولوا إيه صحيح ماشي مشكل، لا بالصفة في ذلك فليتنافس المتنافسون. حنا ملي كنركزوا عليها كنركزوا على واحد المرجعيه اللي بها كنحترموا الاباء، وبها كنحنوا على الابناء، وبها كنحافظوا على الشرف، وبها كنحافظوا على الوفاء بين الازواج، وبها هذا هو هذا، وبها كنحافظوا على التضامن، وبها كنرتبوا العلاقات بين المواطنين وبين الحاكم والمحكوم. هذه مرجعيه ما دارت لنا غير الخير، الا ما كانتش مزيانه نتخلوا عليها ونمشيو. ماشي هذا هو السبب، ماشي هذا هو السبب. المرجعيه هي سبب اساسي ومهم، ولكن كذلك الناس كيشوفوا شنو هو الاثار ديالك في الحياه ديالهم. فملي كيشوفوا العداله والتنميه كتسير شي جماعه والناس ديالها معقولين، كيعطيو البيرمي دابيتي بلا رشوه، وتيسارعوا في خدمه المواطنين، وكيستقبلوهم مزيان، وتيحاولوا يفرحوا بهم، وتيحاولوا يقدموا لهم الخدمات اللي كيحتاجوها بلا جميل. ملي كيشوفوا المغاربه هذا الشيء تيقول لك هادو مختلفين. واش غير العداله والتنميه اللي هكا؟ لا، دابا العداله والتنميه متميزه بهذا الشيء، الاحزاب الاخرى ما غنتكلمش عليها انا، ولكن العداله والتنميه متميزه بهذا الشيء، خصوصا الان سير في الجماعات اللي كنسيروها والمقاطعات اللي كنسيروها، المواطن العادي تيقول لك هادو ما تياخذوش الفلوس. وهذه واحد الحاجه مهمه جدا. اخرى يمكن انا نقول بعض القضيه، ولكن هذا النجاح اللي كتعرفوه. انا ما غنتكلمش، اولا النجاح اللي كنعرفوه كان فيه بزاف ديال الاسباب، من ان هذه المرحله هذه الاحزاب اللي عندها مرجعيه دينية يعني اسلاميه كلها في العالم كله عندها مرتبه كبيره، وهذا طبيعي كما قلت لك، لان المرحله اللي كانت فيها العلمانيه بحال بغيت تقول ادت الدور ديالها، المرحله من اتاتورك البورقيبه والله يرحم الجميع، فهمتني ولا، هادو يعني وصلوا يعني داروا داك الشيء اللي غيديروا ايجابي، وخرفات المشروع ديالهم خرف، وصل للنهايه ديالو، فهمتني ولا، ملي ولات الدول كتوصل لحافه الانهيار بحال تركيا في 2000، فهمتني ولا، على ما جا العداله والتنميه ديال تركيا ونقد تركيا، ولات اليوم دوله من الدول القويه اقتصاديا. تونس كذلك انت كتشوف النتائج اللي كانت هاد الحد هذا، بورقيبه خلفوا لينا واحد الشخص اللي قهر الشعب بكامله، فالناس كيشوفوا شكون اللي كان كيتواجه مع هذا السيد، كيلقاو الحركه الاسلاميه داروا فيها الثقه ديالهم. نفس الشيء اليوم كيوقع تقريبا يعني في المغرب، الناس كيشعروا باللي هاد حنا اللي يمكن تيميزنا، حنا الحركه الاسلاميه كاينه في المغرب من غيرنا، حنا اللي كيميزنا هو ان حنا شاركنا، ثم حنا ناس معتدلين كنقولوا بغينا الاصلاح والتغيير، ولكن في اطار الاستقرار ومع الملكيه. المغاربه كيبغوا الملك ديالهم، حنا هذه القضيه فهمناها وتنتجاوبوا مع المغاربه على اساسها، وتيجيو عندهم راي في التسيير ديال الحكومه والسياسه، حنا قلنا غنغيروا السياسه ديال الحكومه. السي بن كيران، انتم الان في المعارضه داخل البرلمان، كيفاش كتقيموا العمل الحكومي؟ دابا انا نقول لك واحد القضيه بعجاله، يعني لا بلا ما تصدع راسك، هذه الحكومه اللي دازت بلا ما نقيموها ما تقيمنا، علاش؟ لانه ما عمرك غادي تعرف واشنو هو مسؤول عليه ولا ماشي مسؤول عليه. دابا اللي جا الدستور الجديد بحال عاد غنبداو الحساب من جديد. اما لحد الان ما كناش كنعرفوا بالضبط شكون اللي كاين، وزاره كانوا كتجيهم تعليمات بالهاتف، كاين وزاره كانت كتجيهم تعليمات بلا ما يكون الوزير الاول عارف، كاين اشكاليات كثيره. طب الله
هذه المرحلة تكون انتهت. بلاتي بلاتي ماشي عندي الثقة، أنا مضطر تكون عندي الثقة. وغنقول لك واحد القضية، المرحلة المقبلة إما غتكون مقادة إما ما غيكون والو، لأنه ما يمكنش نرجعوا لنفس الطريقة اللي كنا بها. ومجموعة ديال الناس قراب من الملك هما اللي كيسيروا الحكومة، فهمتي ولا، تيسيروا الوزراء أو على الأقل بعض الوزراء، فهمتيني ولا، لأنهم هما اللي جابوهم لتما وهما اللي كانوا وراء تعيينهم. دابا كاين منطق جديد، الوزير الأول كيقترح، رئيس الحكومة كيقترح الوزراء على جلالة الملك، جلالة الملك هو اللي كيختار صحيح، ولكن الرئيس الحكومة هو اللي كيقترح الكتاب، هو اللي كيختار الكتاب العامين. إذا نحن نسير في اتجاه جديد وليس عندنا خيار، بمعنى آخر يا غادي نديروا هذا الشيء بالمعقول والنية، يا غادي ترجع الأوضاع إلى ما هي عليه، وغادي يكون أمامنا عاوتاني لكاز ديبار، عاوتاني خرج من جديد. اللي كيعاتبكم هذا الخطاب ديالكم السي بن كيران أنه في نفس الوقت يعني كتشاركوا في يعني في العملية السياسية بواحد الثقة بواحد الجدية، وفي نفس الوقت كاين واحد كما كنقولوا واحد يعني لو شونتاج باللغه الفرنسيه، يعني بعض الاحيان عداله التنميه كيقول لك يا اما غادي نديروها اما غادي حتى حنا نشاركوا. انا ما نقولش لا شي شي دابا العداله التنميه، العداله التنميه واخا تهود ل 20 فبراير ما غايفوتش 10 ولا 15000 واحد، هذا مهم. لا، الخيبه ديال الامال هي اللي غادي تنفخ 20 فبراير ماشي حنا، لا قدر الله. ولهذا حنا ماشي تنديروا الشونتاج، بالعكس حنا اللي كيدير لنا الشونتاج. حنا كننبهوا المسؤولين، كننبهوا الناس اللي في يدهم القرار، تنقولوا لهم دابا كاين دستور جديد، خليوا اللعب يمشي، جلالة الملك بغيناه يبقى حكم، تا شي واحد من بعد اليوم ما يجي يحكم فينا بسميتو، لا يجيب البام ولا حزب سياسي ولا وزارة ولا حزب إداري ولا التليفونات ولا، فضينا من هذا الشيء. خصنا مسؤول، خصنا وزير أول، ما بغيناش وزير أول يبدا يبقى فينا، لان كنقولوا باللي ما في يد والو، لا، خصنا وزير اول مسؤول اللي حمر فينا ونحمروا فيه. واسمع نقول لي هي لا، ما عندكش الحق نحيدوه في البرلمان ماشي مشكل، ولكن المشكل لا بقينا بحال هكذا، ماشي غادي العداله التنميه ود الزنقه يدير ثوره، لا غير صحيح. ولكن العداله التنميه كيحضر لنا هذا الشيء، لو وقع الامور ما غاديش تنجح ولا ما نجحتش، ما تنعرفوش شنو غيكون في المستقبل. عندك شحال كذا ديال تونس ولا ليبيا، الله اعلم. دابا هذا المستقبل كنشهدوا دابا حاليا، لان بعض الاحزاب السياسيه كيوجدوا المستقبل. لاحظنا في المجال السياسي المغربي يعني تكتلات جديده وتحالفات اللي كتخلقت، مثلا مجموعه الثمانيه، وفي نفس الوقت كاين الكتله الديمقراطيه الى اخره. حزب العداله والتنميه شنو التموقع ديالهم بين هاد التكتلات؟ ديجا قلتوا بان هاد التكتلات راه تخلقت ضد العداله والتنميه. احنا عندنا ما قلناش، احنا عندنا شعور، احنا عندنا شعور بانه هذوك المهندسون اللي كانوا قبل من 20 فبراير، وملي جات 20 فبراير تخلعوا مشاو تخباو، تدازت عاود ثاني شويه الموجه، وملي تصوت على الدستور عاود رجعوا لزافير كما يقولون، عاود ثاني جالسين كيرجعوا للالاعيب ديالهم فقط. ولكن حزب العداله غير سمع غير سمع، انا تنقول لك دابا، انت تنقول لك انا دابا القناعات ديالي، انت عندك الحق يكون عندك القناعات اللي بغيتي، فهمتيني ولا لا؟ ماشي من الطبيعي تجمع الاحزاب مع واحد الحزب اللي الشارع خرج ضده، هذا ما يمكنش يكون، ماشي منطقي. هاد الاحزاب اللي تجمعت معاه كاين شي سبب، شنو هو السبب؟ ابحث عنه. واش هو السبب؟ واش لان الاداره هي اللي اسسها من الاول وعطتها توجيهات، او لانهم عندها ظروف خاصه بها، او لان عندها ضغوط الله اعلم، او لان وعدت بشيء الله اعلم. انا ما باش ندخل في التفاصيل، الدبره صحيح هي حره، ولكن اللي باغي نقول لك عمر شي حزب يعني كيطيح طرف طرف ما تيمشيو الناس اللي عنده يتحالفوا معاه ويدافعوا عليه. الان اللي واقع هو ان العداله والتنمية خص المغاربه يعرفوا في الداخل الخارجي ما عنده مشكل، هو فرحان، اللي بغى يتحالف معاه يجي، اللي ما بغاش على خاطره اللي بغى يتحالف معاه قبل الانتخابات يجي، اللي ما بغاش على خاطره اللي بغى يتحالف معاه بعد الانتخابات يجي، اللي ما بغاش على خاطره لا، بقى الحزب العداله والتنمية بوحده راه مولف. ولكن انتم غدا الا كنتوا الحزب ديالكم نجح في الانتخابات وتعينتوا كمشكل الحكومه المقبله، صحيح، شكون هما التكتله ولا الاحزاب اللي عندها العداله والتنميه واحد الميول انها تبغي تشتغل معاها؟ حنايا من دائما عبرنا على ميول نحو شيء اسمه الكتله، وهذا الميول وهذا الرغبه ديالنا ماشي ما قابلها والو، قابلها كلام، ولكن لحد الان ما كانتش حاجه ملموسه. والكلام اللي صحيح تيدور هو ان التحالفات الحقيقيه بعد الانتخابات، ويمكن يكون مع الكتله ويمكن يكون مع الجيويت الا البام، هذاك البام هذاك خارج التغطية بالنسبة إلينا. على كل حال حنا كاين واحد القضية، حنا مازال ما نيش ولا ما بغوش بجوج بالناقص، أنا كنقول لهم من دابا إلا ما بغوش بجوج بالناقص غادي نرد السوارة لجلالة الملك
ولا الشخص اللي غادي يتعين العيارات اللي غادي تسول جنود ولا العماس ديالهم بغاوش يحكم بغاوش يحكموا معنا. وديك الساعات المغاربه يقدروا الامر ويتخذوا الحق القرار اللي كيناسب في حق كل واحد. الجاليه المغربيه سي الكيران هي اللي بغات تشارك في الانتخابات المقبله وقع واحد النقاش ماشي راضيه انها غادي تصوت بالوكاله. ما خصهاش تصوت بالوكاله، ما خصش الجاليه المغربيه، هذه اهانه للجاليه المغربيه. الجاليه المغربيه احنا دافعنا عليها باش تصوت بحقها، وان الانتخابات ديال تونس بينات علاش الجاليه المغربيه ما صوتاتش، لانه الجاليه التونسيه عطات المعظم ديال الاصوات ديالها للنهضه، فهادو كانوا خايفين من هاد النتائج عليها ما مشاوش في هذا الاتجاه. ومع الاسف الشديد احنا كنقولوا ايوا دابا واحد القضيه اش غنديروا؟ ها وزاره الداخليه جابت القانون للبرلمان عندها اغلبيه، احنا صوتنا ضده وما صوتوا معاه، اش غنديروا؟ اخر سؤال سي بن كيران، يلاه هذا ما يسمى بحركه 20 فبراير ومجموعه ديال الجمعيات وبعض الاحزاب الصغيره اليساريه كدعو للمقاطعه ديال الانتخابات، كيفاش انا كنشوف بلي المقاطعه ديال الانتخابات عندها نتيجه واحده هي استفاده المفسدين، لانه شحال ما نقص العدد ديال الناخبين شحال ما كيسهل الامر على المفسدين. فانا كنقول من هذا المكان للمواطنين في الخارج يشجعوا العائلات ديالهم يمشيو يصوتوا ويصوتوا على من ما بغاو، الا ما بغاوش العدد ما يصوتوش عليه، الا صوتوا الا كان التصويت مسيف اللي غادي يربح هي الاحزاب ديال الشعب، ولا كان التصويت ضعيف اللي غادي يربح هي الاحزاب التي معروفه بالفساد وساهمت في الفساد وغارقه فيه واوصلت البلد الى ما نحن فيه، ولم لا يمكن على جميع الاحوال انها تخرج من الوضعيه اللي هي فيه. سي بن كيران كنشكروك، وبصوت الجاليه كنشكر ايضا سي بن كيران الامين العام ديال حزب العداله والتنميه، الى اللقاء.